السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا طيبين. طيب اليوم رجعت لكم في حلقة جديدة من ماينكرافت. جماعة حتىكم ذا مين تكلم؟ هدو؟ نعم. وطبعا اليوم يا جماعة، طبعا ترى من زمان عنك انتو خلاص ما بكذب الكلام. طبعا يا جماعة شوفوا، أنا يا جماعة ما صح كثير نزلت فيديوهات يا كثرة، مو عمري ختمت التنين قدامكم، بس عمري ختمة، يعني أنا عمري ختمة، بس ما وريتكم، ما نزلت حلقة لي ختمة. يا جماعة أنا ما أعرف إيش أسوي، كسر الخشب. وخليكم الفيديو. يا جماعة شوف، يا جماعة طبعا إحنا لازم، يا جماعة يعني إحنا مو كثير ختمنا التنين، إحنا ما أنا ما ختمت التنين ووريتكم، عشان كذا يا جماعة إن شاء الله بنحاول نحتفظ بذا الماب، صح؟ صح؟ وندخل بماينكرافت الأصلية إن شاء الله ونختم التنين، يعني كله كذا. النذر راح يكون بماينكرافت ذي، أول ما لما ندخل النذر كذا نستكشف شوي، بعدين على طول ندخل للأصلية. اسمع، ترى التنين كان يتكلم، نزل من ثلاثة فيديو، كان التنين يتكلم، بعدين جاء الويذر ستارت حق التنين. وش؟ الويذر بوس. اوكي يا عمري اجلده، وقعت وجهه. سويت كرافتنج؟ لا تسوي، انا سويت. اخ الله ياخذ العيون الكلب. ترى غرز شكلها راح تروح. احنا نكسر لو قرب ينكسر. وش اللي قرب ينكسر؟ فحم عارف لقيت فحم. عندنا شوف هنا، تشوف اوريك الحين بدي اجيب فحم عشان نسوي لنا بيت وبس. وي قلتني مسوي نفسك، قلتك. يا الله يا الله تعب. ترى زمان احنا ما صورنا مع مطر، صح؟ ايه؟ احنا ما صورنا مع مطر فيديو. مطر ايش؟ لما يجي المطر كنا ما صورنا. لما يجي المطر امطار، لما تمطر اوكي. طبعا وش؟ اذا جت مطر نصور. نشوف، ما ادري هذا شكله عاشق الفيديوهات. لحظة خير نايف، تعال نايف، ابيك تسوي اكس. اتصلني، ابي اسوي لك اكس. طيب شفتي؟ لا نسوي نايف، رح انزل وجيب لنا حجر، انا سويت لي اغراض ودي اكسر خشب عشان نبني لنا بيت، ايش رايك؟ يلا رح لا تضرب، خلاص ما اضرب ما اضرب. تعال اجيبك العصاية. وين؟ حتى انا ترى عندي عصاية. بس خلاص انقل رح كسر خشب. انا معايا اكس. جماعة كسر ونرجع. يلا انا بروح اكسر خشب. جماعة 17 اعطني وش؟ وينه؟ انت لا تشيله عشان اخاف يطيح. لا لا ما نبغى، عادي احنا بعدنا. يلا الحين احنا نحتاج ذا الابيض. نحتاج ذا الابيض عشان نسوي الباب هذا. حلو، كم واكيد؟ اوكي صاروا معانا 8 اتوقع خشب. اسوي ايوه باب كذا. تعال احنا الحين ودنا يا جماعة، من الاعلان الزب يا جماعة، احنا ودنا الحين نروح ندور لنا مكان حلو ونرجع لكم عشان نسوي نبني في البيت. اسمع يعني. اول شيء اسمع،
أول شيء نروح للصحراء. لا لا ما نحب الصحراء. نشوف عاد إذا لقينا لنا مكان نروح وين ولا. خلاص خلاص خلينا نروح الصحراء فيها فخ. نروح للفخ. أيوة أيوة وينالك تعلم. اوكي يا جماعة لك نالنا مكان أخيرا بس قاعدين نشوي دجاج إن إحنا جعانين. نخلص نخلص نخلص. تكفى سريع اسرع. صح صح وشو صح. خلنا نوريكم يا جماعة المكان بس خلوه يستوي وارجع لكم. اوكي يا خلص ما يحتاج اترك يا جماعة. تخيل يمكن قعدنا حوالي 10 دقائق 5 دقائق واحنا ندور. اخذت الفحم انا اخذت الفحم. خلاص نايفة اصبر خليني اكل واعطيك. اذا شبعت اعطيك. خلاص خذ باقي 2. اعطيني خذ. الحين نبي نشوي الستيك. نايف انا باقي لي 2. نايف انا ابي اخذ 2 ستيك وانت خذ 1. اسمع تعال قاعد اشوي الستيك. انتظر نايف انا اخذت لي ستيك 2. نايف قاعدين شوي 1 خذ انت. هات هات ها خذها تلقاها بالفيلم. كي يا جماعة كل نايف تعال الحين لازم ندور لنا بيت. لا نسد ذي أشياء. نايف تعال أبيك تكسر الزرعة اللي في بيتنا. طب خليني أخذ الميكروتيك بالشوي. يخس كبرت والله بسرعة. يلا وصلت. اوكي يا جماعة ذا اتوقع انه بيكفينا. بيضة امسك وراك. اصبروا يا جماعة اوكي نبني ونرجع لكم. وراك ولا ما يحتاج كذا ولا كذا كذا. اوكي كي هنا الحين نسوي الباب. كذا 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 وشوية نرجع لكم. كي يا جماعة ذي كي جماعة ذي روز هنا هنا. هاتا لا لا ما تجين تصورين معانا. ها لا ما تجين تصورين معانا. كي يا جماعة هذه روز طبعا. هذه طبعا ما تبي تصور معانا. طشك يا عامر بعدين بدي عامر اطشك. احنا شوية نهي فيديو روز. عامر اطشك. خلاص يا جماعة ترى كف. عطشة. هلا ترى كف. خرجتها كف. طب ما كيف طيب انا قاعد اضبط ما تشوفني. اسمع انا بحط المايكرافتينج بول. مايكرافتينج تول بول. هنا يا جماعة سريري. هذا سرير. نايف. حطيت هذا. شو ايش حطيت؟ سبحان الله. اذن. لا ما اذن. سبحانك الله. اخذت سكب. عمري اخذ سكب. لما تحط صامت انت لازم كذا. انت لازم يعني خذ صامت قبل لا نبدا الفيديو. انا اتوقع حاط صامت ان شاء الله. حاط صامت. ايوه حاط صامت. عمري خذ لك سكب. ايوه صدق لازم. يا الله انا ما معي شمعة. خذ لا سوي لك شمعة. بس شباب هنا وصلنا نهاية هذا الفيديو. أتمنى عجبكم. إذا عجبكم لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الإشعارات. بس مع السلامة.